ده ريح كده. الإعلام في مصر الإعلام في مصر هو الإعلام الرسمي، وفي بعض الأحيان كمان الإعلام الخاص أو الإعلام الغير رسمي لأحداث الثورة التي لم تسمى بثورة إلا بعد حبة حلوين يعني. وبعد كده الأزمة الثانية كانت طبعا تغطية برضو الإعلام الرسمي بشكل عام أو بشكل رئيسي، وبعد كده القنوات الخاصة والمختلف الجهات الإعلامية الأخرى لأحداث ماسبيرو واللي كان فيها مشاكل كتيرة جدا. الحقيقة يعني احنا مش عايزين نتكلم على اللي حصل ومين غلطان يعني مش جايين نتكلم في كده، احنا جايين نتكلم في المستقبل. احنا عايزين نشوف إعلامنا إزاي. وعلى فكرة إعلامنا النهاردة ما بقاش مجرد تلفزيون وراديو وصحافة، الإعلام الإنساني أو الإعلام المجتمعي اللي هو السوشيال ميديا هي المستقبل وهي اللي جاي، فإحنا كمان بقينا بنصنع الإعلام. فعلا. خلونا نرحب معنا استوديو منورنا دكتور محمد شومان مع عميد معهد الإعلام بأكاديمية الشروق. صباح الخير يا فندم. أهلا بك يا فندم. خلينا زي ما الشيف كان بيبتدي في الأول، حضرتك شايف أن مصر بتعيش انفلات إعلامي زي الانفلات الامني كده بالظبط، ولا اشد خطوره من الانفلات الامني؟ لا يعني انا مش من انصار ابدا ان احنا في انفلات اعلامي. هو في حريه اعلاميه ولكن تحتاج الى ضوابط مهنيه وقانونيه يتفق عليها العاملون في الاعلام ويتفق عليها ايضا المجتمع. ايه المعايير بمعنى بقى يا فندم؟ بمعنى ان هذه القوانين والمعايير لا تفرض من السلطه او من الحكومه، وانما يتم صياغتها عبر حوار مجتمعي تشارك كل الفعاليات فيه، سواء الأحزاب، فعاليات المجتمع المدني، والأهم الإعلاميون أنفسهم. إذا تم وضع هذه الضوابط والمعايير، لأنه لا يوجد إعلام في العالم يعمل بدون ضوابط أو معايير، لكن هذه الضوابط والمعايير في مصر في الحياة بعد الثورة اتأخرت كثيرا بل غابت. ما كان يحدث أيام الرئيس المخلوع أنه أوضاع الإعلام كانت تابعة للسلطة كما تعلمون، ثم انه القنوات الخاصة الفضائية كانت بتصدر بدون قانون اعلامي، قد تابعة وما تزال حتى هذه اللحظة تابعة هيئة الاستثمار، وده وضع شاذ. ما حدث ان احنا حصل في ارتجال في الفضاء الاعلامي بعد الثورة فجأة وبدون تصور واضح او رؤية، يعني ما عندناش فيجن، بدون رؤية تم الغاء الوزارة، وبدون رؤية ايضا تم استعادة الوزارة، وبدت الوزارة في يعني عندما تم إحياؤها من ممات بدت وكأنها تعود لكي تراقب وتمنع وتحجب، لا لكي تبني لكي تبني أو تضع أسس جديدة للإعلام. تركت الإعلام المصري زي أي حاجة في الأربعين سنة اللي فاتت أيام مبارك تركة هائلة مليئة بالمشاكل، فمحتاجة فعلا أن يتعمل يعني حوار مجتمعي لكي نضع أسس جديدة لهذا الإعلام. لو وضعنا هذه الأسس لن يكون هناك لا فوضى ولا شيء من هذا. ألاحظ أيضا أنه في كثير من الإعلاميين وحتى بعض رجال الحكومة بيحملوا الإعلام أكتر بكثير من مسؤوليته في إفساد الأوضاع أو إرباك الوضع العام في مصر. يعني دائما شماعة الإعلام جاهزة لكي نعلق عليها كثير من أخطاء السياسة وكثير من أخطاء الاقتصاد، فده محتاج يعني نعيد النظر فيه. طيب كان في الكاتب الكبير بلال فضل ومجموعة من الصحفيين والإعلاميين دعوا من يومين بالضبط لإنشاء قناة بالاكتتاب، قناة الشعب يريد، وهي قناة بدأت الدعوة ليها على الفيسبوك، تكون باكتتاب، بتكون بأسهم وهدفها الأساسي هو أنها تكون هي المناهضة وهي تكون المرآة الحقيقية ده يعني حد تعبيرهم يعني للثورة وللإعلام المحايد زي ما بيقولوا أو الإعلام الحقيقي اللي جاي من الناس. هل ده اللي احنا فعلا محتاجينه؟ يعني هل بغض النظر عن هذه القناة هذه الفكرة هو احنا محتاجين إعلام من الناس فعلا؟ ده طبعا أنا موافق تماما مع ده وأتمنى له بالنجاح، يعني فكرة جديدة غير مسبوقة بحي عليها الصديق والكاتب بلال فضل، وفكرة فعلا احنا محتاجينها، لكن إمكانية تنفيذها وتفعيلها وإنجاحها دي قضية بقى محتاجة يعني جهود ولا نستطيع أن نراهن عليها. لكن الدعوة صحيحة وسليمة من زاوية أن الإعلام في مصر بشكل عام في أغلبه يعني إعلام تابع إما للحكومة أو لرجال الأعمال. أو رجال الأعمال، ده صحيح. يعني نحن كنا بنشتكي من أيام مبارك وما قبله أنه الإعلام تابع للسلطة السياسية، الحرية الإعلامي، حرية كنتم
وحريتي أنا كباحث إعلامي وكممارس إعلامي يعني محاطة بأسوار كثيرة ومحاصرة نتيجة القواعد البيروقراطية والإدارية الخاصة بالدولة المصرية والحكومة المصرية. ظهرت بقى قنوات خاصة رشيقة ونشيطة ولكنها أيضا محاصرة بقيود من يملك. والظاهرة الملفتة النظر والمزعجة أنه كل القنوات اللي طلعت بعد الثورة مجموعات أعمل. من رجال الأعمال يعني تختلف. هل ده عشان خاطر هو بس عندهم فلوس يعني فبالتالي هو ده التفسير الوحيد تدخلتهم مع صحفيين بيقدروا يساعدوهم؟ هو في طبعا هو سببين أساسيين لكثرة القنوات الفضائية اللي طلعت والمنتظر أنها تطلع أو ثلاث أسباب. السبب الأول هو السبب أن هناك بعض القوى تحاول أن القوى السياسية تحاول أن تنشئ قنوات لها يعني عندنا الوفد بيحاول يعمل والإخوان المسلمين. الحاجة الثانية أن بعض رجال الأعمال داخلين في الموضوع من زاوية ربحية والإعلام يعني طبعا ممكن أن يحقق أرباح ولكن فندم بس خلينا نقول أن دخول رجال الأعمال في مجال الإعلام بالذات هو سلاح ذو حدين طبعا يعني سلاح تجاري في نفس الوقت وفي الناحية الثانية هيجي على المضمون نفسه. صحيح حضرتك معايا في وجهة نظري معاك تماما ولذلك بقول لك أن في ثلاث يعني ثلاث أسباب إما الربحية إما أن هم يمتلكوا نفوذ سياسي لأن الإعلام باور إعلام سياسة طبعا. الإعلام في كل أشكاله سياسة ولذلك تكالب بعض رجال أعمال ورغبتهم الشديدة في امتلاك أدوات إعلامية وقنوات إعلامية لا تفسير له سوى أمرين السعي للربح المادي والربح السياسي أن يتحول إلى رقم في العملية السياسية الجارية الآن هل يعني ما فيش أي يعني هل من القنوات أو من رجال الأعمال اللي تحمسوا بناء قنوات أو إنشاء قنوات ما فيش منهم يعني شخصيات مش بتسعى للربح المقام الأول أو ملهاش أجندات المقام يعني الأول؟ أنا يعني أنا مع كامل الاحترام للجميع أنا بتكلم في قضايا عامة يعني أنا بعمل تنميط إما هناك بس مش تعميم إما أن هناك نمط يبحث عن الربح المادي يتعامل مع القناة باعتبارها مصنع أو شركة أو ما شابه بزنس ونمط آخر يتعامل معها كمشروع سياسي يتحول برقم ونمط ثالث هي القوى السياسية التي تريد أن تمتلك أدوات إعلامية وهناك خليط بين هذا وذاك تمام لكن لا أريد أن أعين أسماء بعينه هو الموضوع واضح يا فندم واضح لكن يعني لكل الناس الكارثة بقى أنه في ظل عدم وجود قوانين يعني الفوضى أو ما يسمى الفوضى العالمية المسؤولة عنها بشكل أساسي وبشكل رئيسي هي الحكومة طيب لا وعشان كمان زي ما حضرتك قلت ما فيش قوانين ولا ضوابط ولا معايير كمان ولا شكلت لجان بشكل جاد لكي تضع هذه الضوابط والمعايير طيب احنا دورنا كإعلاميين ايه يا فندم يعني ضمن كل الكلام ده كله احنا دورنا كإعلاميين ايه وهل احنا مظلومين ما انا حاسه كده برضو لا يعني اولا لدينا مجموعه من الادوار اولا انه حاول انه يعني انا كتبت في ذلك كثيرا اولا بشكل عام الاعلام المصري كله او الاعلاميين بشكل عام مطالبين بتقديم اعتذار للجماهير بالراي العام نحن كنا مخطئين وتابعين وننفذ اكراهات وضغوط امن الدوله في مقب في عصر الرئيس المخلوع نمره اثنين ان يتم إعادة بناء وتأهيل كثير من الإعلاميين بحيث يلتزموا بالمعايير المهنية نطالب ونشدد على المعايير المهنية هذه المعايير المهنية غابت أو غيبت في تغطية أحداث مسبيرو الأخيرة وأدت إلى مشاكل وكادت أن يعني تشعل مصر بنار الفتنة الطائفية أن الإعلام الحكومي التلفزيون الحكومي يعني يمارس شكل من أشكال التمييز أو يعني وأنتوا عارفين مش عايزين نتكلم تفصيلا في ده فبالتالي الإعلاميين محتاجين إعادة تأهيل التزام أعلى درجات الالتزام بالمهنية بمعنى تقديم وجهتي النظر بمعنى محاولة التأكد من الخبر عدم خلط الرأي بالمعلومة أيضا في موضوعية في مسألة بالغة الأهمية الإعلاميين وهي أن يسعوا في ظل هذا يعني الحراك السياسي إلى تشكيل نقابات مستقلة له لا معنى لا يوجد منطق ولا أن الإعلاميين في مصر عددهم كبير جدا ولا توجد مثلا نقابة للإذاعيين ولمقدم البرامج وللعاملين في الإذاعة والتلفزيون بينما الصحافة لديها العاملين في الصحافة لديهم نقابة تستطيع أن تفاوض على الأجور بقى وهنخش هنا مشكلة الأجور ومشاكل ما يدور في مسبيرو وكل هذه الأمور من يدير هذا مفترض أن تكون نقابة منتخبة ممثلة تمسحها نفس الكلام ينطبق على الفضائيات الخاصة لا معنى ولا ليس من المنطق أن تكون في مصر عدة قنوات فضائية خاصة تعمل
بدون أن تكون هناك نقابات تحميه. أو وشوفنا أزمة الأستاذ يسري فوضى الأخير. بالضبط. ولو كنت رح أتكلم في هذه القصة، هل